طب الحاجة بقى اللي هو المهم بالنسبة لي النهاردة هو العائد على العميل لما الصناديق العقارية تنتشر في مصر، ايه الاستفادة اللي استفاد منها العميل العادي؟ خلينا نقول اصلا ايه اللي مقوي السوق العقاري في مصر؟ ليه السوق العقاري في مصر من احسن الاسواق في العالم للتداول رغم كل الصعوبات اللي فيه؟ انت بتتكلم population 110 مليون 120 مليون بني ادم، ما تربناش على ثقافة حاجة غير عقار. هو انت العقار ثم العقار ثم العقار ثم الذهب ثم العملة، يعني هو ده طبيعة 110 مليون، وانا اعتقد ان هم 350 مليون بتوع الجزيرة العربية كلهم كده، يعني كل الوطن العربي كده مش مصر بس. بس مصر فيها البوبوليشن دي، فيها ان العقار من اقل الريسكس في البيزنس، فانت الفاليو بتاعت العقار it will never go down، يعني انت مش هتخسر في العقار.